فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم يقول إن قراءة سورة الإخلاص بعد كل صلاة يعد من البدع، ويعارض بذلك فتوى لسماحة الشيخ ابن هذا هو المبتدع اللي يقول الكلام ذا، هو المبتدع يعني اللي ما يعرفه ينكره يقول بدعة، يجوز هذا؟ هو راجع فتوى الشيخ وراجع مستنده وراجع، ولا بس من فكره كذا؟ هذا كثير ما يصدر من بعض المتعالمين، نعم، والمتسرعين. نعم، الشيخ إمام جليل وورع ولا يقول إلا ما يتيقن أنه على دليل.